وأخبار الاقتصاد نلتقيها بعد الفاصل. أنهت البورصة تعاملات اليوم على ارتفاع مدفوع بعملية شراء من قبل المستثمرين العرب والأجانب، في حين مالت تعاملات المصريين نحو البيع. ربح رأس المال السوقي نحو 3 مليارات و300 مليون جنيه، لتعوض البورصة بذلك بعض من خسائرها السابقة. ارتفع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 1.1%، بينما ارتفع مؤشر EGX 70 بنسبة 2.4%. ارتفع مؤشر EGX 100 لأوسع نطاقا بنسبة 1.8%. يفتتح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أول مكتب دائم له في مصر في 4 نوفمبر المقبل. وذكر البنك في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط أن وزيرة التعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني ستحضر مراسم الافتتاح. كان مجلس الوزراء قد وافق في يوليو الماضي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بمبلغ 126 مليون يورو بشأن مشروع هيئة سكك حديد مصر. وأخبار